اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار الاول عن وضع المراه داخل التنظيم الهرمي لجماعه الاخوان، سر التهميش والتمييز ضد المراه رغم ما تقوم به من دور بارز الحقيقه خلال الانتخابات او التظاهرات الداعمه للجماعه في الشارع المصري، ولكنها في نفس الوقت لا تتقلد اي مناصب مرموقه داخل الجماعه ولا حتى حزبها الحريه والعداله. الوقوف على اسباب تراجع دور المرأة، او يعني عشان نعرف بالظبط ايه دور المرأة في جماعة الاخوان، معانا الاستاذ سامح عيد الباحث في شؤون الحركات الاسلامية. مساء الخير يا استاذ سامح، منور. مساء الخير يا استاذ سامح واهلا بيك. والحقيقة يعني من تاريخ تنظيم الاخوان من سنة 28 ما سمعناش ان في سيدة ليها اسم او ليها دور في تنظيم الاخوان المسلمين، لكن عايزة اربط بين هذا الامر وبين المشهد في الشارع المصري حاليا، لان احنا شايفين انه في استعانه بالنساء التابعات للاخوان جماعه الاخوان المسلمين واستغلالهم في بعض مظاهر التظاهر بشكل غير سلمي كمان. تمام. هو من بدايه من حسن البنا كان عامل رساله اسمها رساله الى المراه. رساله تقليديه جدا، بالعكس هو كان كاتب في هذه الرساله ان المراه ليس لها في العمل العام ولا والمفروض انها تقعد في البيت وما تشتغلش، وحتى قال بشكل واضح، جاب بيت شعر لابو العلاء المعري ان هي يكفيها انها تحفظ الفاتحه قول الله واحد، وان هذا يجزئها عن حفظ التوبه والانفال والبطن. وقال ان هو ما حدش يقول لي هات نص شرعي في موضوع عمل المراه، لان ما فيش نص شرعي بيقول لا تضربوا الوالدين. النص بيقول ايه؟ ولا تقل لهم اف. ايوه. فهو اعتبر ان هو من حقه ان هو يحرم بدون نص شرعي، وحرم العمل العام عموما حتى العمل الحكومي بالنسبه للمراه. يعني هو حط نص شرعي. هو حرم وقال لك انا ما حدش يطلب مني نص شرعي، لان ما فيش نص شرعي بيقول ولا تضرب الوالدين. قال كده بشكل واضح. يعني معنى صح ان هو من حقه يحرم ويحلل بدون نص شرعي، لان في مبرر ان مفيش نص شرعي بيقول ايه ولا تضربوا الوالدين، ولكن احنا بنعرفها بالسليقه ان ولا تقل لهم فكده يعني. فبالتالي مش هنضربه. فبالتالي احنا هنقول حرام وحلال ومحدش يقول لنا نص شرعي. قال بشكل واضح في رساله المراه، والرساله كلها قمه في التشدد وقمه ان المراه في البيت اهملها وانها ما تحفظش حتى القران. يعني ايه جاب البيت الشعري بيقول مرفوع عنها القلم يعني. يعني حتى حتى العلم الديني مش ضروري بالنسبه لها قوي ان البيت اولى. فهي دي كانت فكرة حسن البنا. زينب الغزالي كانت اصلا في جمعيه تبع هدى شعراوي، وبعدين لما علن نجمها شويه وحاولوا يستخدموها بشكل او باخر، بس برضه هم بيعملوا الاخوات حاجه اسمها الاقسام، يعني في التنظيم الهرمي بتاع الجماعه. ايوه. اللي هو الاسره وبعدين الشعبه وبعدين المنطقه وبعدين المحافظه وبعدين المكتب الارشاد الدوله وبعدين المكتب الارشاد العالمي ومكاتب اداريه وحاجات من هذا القبيل. يجي بقى عاملين حاجه اسمها اقسام، فعاملين قسم اسمه الاشبال وقسم اسمه الاخوات، ده بشكل مركزي بعيد عن التنظيم الهرمي للجماعه. من اول الشعبه مسؤول الاخوات بيبقى راجل مدير القسم عن طريق مراته او اخته او زوجته او كده. هو ايه مهمه القسم ده؟ القسم اللي هو يهتم بيعملوا حاجه اسمها الظهورات، اللي هم الاطفال الصغيرين سواء ابتدائي او اعدادي كده، يربوهم في الاخوان المسلمين على افكار الجماعه. وكان لما تكبر هم عاملين بقى في اللائحه بتاعت الجماعه بدايه التصويت داخل الوحده الصغيره اللي هي الشعبه من اول الاخ العامل. الاخوات ما بياخدوش هذه الرتبه تماما، هم عندهم استقبال وتكوين وخلاص. فليس لها حق رغم ان عليها كل الحقوق، عليها كل الواجبات، ليس لها حقوق وعليها كل الواجبات. فهي بتدفع اشتراك مالي اللي هو 8% من الدخل الشهري لو هي بتعمل. بتشارك في كل الاعمال اللي في الشارع، انتخابات مجلس الشعب، انتخابات محليات، انتخابات نقابات، بالعكس بتكون هي العضو الفاعل الاكثر حماسا، لان المراه اكثر عاطفه والمراه اكثر حماسا دائما يعني. اكثر انفعالا بالقضيه بخلاف الرجل يعني. فعليها كل الواجبات وليس لها اي حقوق، بما فيها الواجبات دفع الاشتراك المالي اللي هو 8% من دخلها الشهري. ملهاش حق التصويت داخل الشعبه. وطبعا مش مستحيل تقعد في جلسه اداريه. طبعا. يعني في جلسه اداريه كده فيها اضطراب يعني في الاخوات نفسها يا استاذ سامح براسها رجل. من اول المنطقه. من اول الشعبه. من اول الشعبه هي بس التنفيذيه، يعني المسؤول عن الاخوات تتلقى يعني الاوامر وتنفذ عن طريق زوجها، او لو ما فيش بقى اي حد من الاخوه بيدير هذا القسم مسؤول قسم الاخوات في المنطقه الفلانيه، وهو قسم وليس بعيد عن زي قسم المهنيين زي قسم العمال، يعني هم عاملين اقسام غير التنظيم الهرمي.
درجه ثانيه يعني. الاقسام دي قسم المهنيين، قسم الاخوات، قسم الاجبال، قسم العمال، فرعيه. طب حضرتك لما ذكرت زينب الغزالي يعني قلت ان هم استقطبوها، هي كان دورها ايه بقى بعد كده؟ يعني هو بقى لما زينب الغزالي دخلت السجن في الستينات اصبحت رمز كبير، واصبحت هي بقى يعني في مقتبل العمر، فكان بقى الشاب يروح لها قياده في 65 ايام انسات قطب، كان بقى كبرت في السن وكان بقى بيعتبروها حاجه تاريخيه بقى انها دخلت السجن وتعذبت واعتقلت وكلام، ولكن هي في النهايه كانت تبع هدى شعراوي في الاول، وبعدين بعد كده استقطبوها فعملوا قسم الاخوات هي مسؤوله عنه، وليس لها علاقه نهائيا بحسن البنا. يعني هو كان يعني بقى قسم الاخوات رئيسته سيده في هذه الحاله؟ لا هي برضه كانت حاله استثنائيه يعني. لا اصل في ايام حسن البنا كان عمل قانوني فكانت هي اوريدي عندها جمعيه، ايوه، انما مش مسؤوله في قسم جوه الجماعه، هو كان في جمعيه الاخوان المسلمين، وكانت هي عامله جمعيه خاصه بيها كانت مسميه الفتيات المسلمات قبل ما تنضم للاخوان المسلمين، فهي اوريدي كانت رئيسه الجمعيه قبل ما تنضم للاخوان المسلمين، وبعدين كان العلاقه بينهم تنسيقيه بس، لان كان عمل شرعي يعني، كان عمل سواء عمل زين الغزالي كان شرعي، سواء عمل حسن البنا كان شرعي، اللي هي جمعيه الاخوان المسلمين. وكان في حميده قطب برضه، حميده قطب دي اخت سيد قطب، دي برضه عشان كانت بتتواصل معاهم في السجن، وكانت بتنقل كتب الظلال والاعمال اللي بيعملها الاسلاميه من السجن وتحاول تنسخها او تحاول توديها المطابع، كانت هي مسؤوله الاتصال، لان هو سيد قطب لم يتزوج، ايوه، فكانت المسؤوله عن هذه العمليه هي اخته حميده قطب. يعني كان تحول دور الاخوات الى دور اخر في نوع من السياسه برضه، اذا كانت هي كانت بتوصل رسائل او كانت بتقوم بهمزه الوصل. لا هي زينب الغزالي قام بدور حقيقي، لان حتى طلال الانصاري الله يرحمه وهو من سنه كده لما كتب مذكراته عن احداث الفنيه العسكريه، وقال ان احنا خدنا يعني موافقه من زينب الغزالي على والعهد عليه يعني على موضوع، كتب في مذكراته على موضوع تنفيذ عمليه الفنيه العسكريه اللي هو كان محاولة اغتيال السادات سنة 74. بس ده ما اداش امتيازات أكتر لقسم الأخوات؟ يعني لا هي رمز هي زينب الغزالي كشخصية أصبحت رمز تاريخي، وكتبت كتاب أيام من حياتي وانتشر بشكل كبير، كان من أنواع التضحيات، إنما لما تصاغ اللوائح الحديثة من أول 82 وطالع على الجيل الجديد كان هو بهذا الشكل، إن هو عندها استقبال وتكوين وليس لها علاقة، لما ترقى شوية تبقى تكوين وخلاص على كده وتقف، إنما تمارس كل الأعمال عليها كل الواجبات وليس لها أي حقوق، ما فيها حق التصويت داخل الشعب، حتى مش هتختار ست حتى لو هتختار راجل، ومستحيل تقعد في أي جلسة إدارية أو أي عمل إداري نهائي، هي مجرد للعمل العام أو العمل الانتخابات ودفع الاشتراك المالي وتتزوج أخ، يعني هو القسم أصلا مجهز بحيث إن لما يجي يتجوز واحد إخوان يلاقي واحدة اخوات تبقى متفاهمه الموقف ومستعده بقى للعمل التنظيمي. لا واخده بقى لانها دارسه. لا وبيسموها كمان ايه من الناحيه الامنيه، هو دلوقتي بيجي عنده الاجتماعات الاسر بتجتمع في بيوت. ايوه. فبيبقى في الكلام اللي قاله صبحي صالح ده كلام حقيقي. ايوه. ان هو حتى لما يحصل ان واحد مثلا احيانا يستاذن ويتجوز بنت خالته او بنت عمته نظرا لظروف العائله فيدوا له اذن ان هو ما يتجوزش واحده من الاخوات. بس لما يحدث ده يبقى بيته ما تعرفش الاجتماعات. زوجته ما هياش من الاخوات. فهو القسم معمول لمجرد الزواج. وما يضمهاش طيب بعد كده للاخوات؟ لو عرف يجوز يضمها مع الوقت لو عرف ويعتمدوها، بس بعد وقت لان هو بتمر بوقت اختبار الاول لغايه ما تبقى ايه يعتمدوها تندمج معاهم يعني تندمج لازم 6 شهور كذا و6 شهور كذا لغايه ما يعني يشعروا بمدى ولائها يعني. كان في انتصار عبد المنعم برضه كتبت كتاب حكايتي مع الاخوان. هي كتبت كتاب واستقالت، ودي حتى كانت متزوجه من احد الاخوان واظن طلبت الطلاق منه. ولذلك هي حتى ممتنع عن الظهور في الاعلام، هي اظن مدينه اسكندريه. هو اي حد بيفكر وهي كانت شويه عندها بتكتب ادب او حاجه لهذا القبيل فصعب انها تتحمل، لان هو انت اصلا القرايه موجهه. يعني انا فاكر مره حد شاف معايا كتاب لمحمد عبده. يعني الا محمد عبده. يعني ازاي تقرا انت اصلا لما تيجي تشتري كتب تسالهم. لان في حاجه اسمها عندهم توثيق الكاتب وتوثيق الكتاب. لان هم للاسف الشديد ما عندهمش كتاب. فهو اضطر ياخد كتب من بره. فيقول لك احنا نعتمد الكتاب الفلاني دستور الوحده الثقافيه مثلا بتاع محمد الغزالي. بس مش كل كتب محمد الغزالي تقراها، لان هو كاتب كتب منتقده للجامعه. تقرا مثلا كتاب الحلال والحرام وكتاب كذا وكتاب كذا لخصوص القرضاوي. انما برضه يوسف القرضاوي كاتب اولويات الحركه الاسلاميه ينتقد فيها. بيقول يا استاذ هو بياخد وقت قد ايه ان هم يبقى عندهم الولاء ده او يندمجوا في الفكر ده اعضاء الجامعه؟
يعني انه يسمحوا ان حد يتحكم حتى في هم بيقروا ايه وبياكلوا ايه ويشربوا ايه ويتجوزوا مين، بياخدوا وقت قد ايه لفتره التجهيز مثلا؟ لا هو لو دخل وهو صغير في السن بيبقى سهل التجهيز، لازم يكون دخل وهو صغير. مش شرط، لا مش شرط. احيانا بعض الناس بتدخل، انا فاكر في انتخابات 87 لما حققنا، كنت انا في الاخوان يعني كنت ساعتها لسه في الاخوان يعني، لما حققنا انتصارات كبيره في انتخابات 87 فكان بيجي لنا من الشارع ناس عاديين كبار في السن 30 5، وكان ده كان بيبقى استيعابهم صعب، بس كنا مضطر نضمهم، بس ما كناش مدين العضويه العامله منتسبه. العضويه المنتسبه يدفع اشتراك مالي يشارك في الاعمال كلام من ده، بس ما ياخدش العضويه العامله بالذات اللي دخل سن ال 35 سنه وكلام من ده، الا بقى يعني لو مع بعد 5 6 10 سنين اثبت ولاءه التام ممكن ياخذ العضويه العامله، انما كان بياخذ العضويه المنتسبه، والعضويه المنتسبه ما كانش بيعرف اي حاجه، ليس له حق التصويت داخل الانتخابات الداخليه. التصويت ده وممكن واحد يقعد 30 سنه في الجماعه 40 سنه في الجماعه ويظل في العضويه المنتسبه. المرأة لهم تقييم، المرأة بقى اصلا نهائي ليس لها في الترتيب التنظيم بتاعها حاجه اسمها عضويه العامله. من يقيم هؤلاء الاعضاء عشان يديهم عضويه عامله ولا لا؟ التقارير الداخليه، الانضباط التنظيمي اللي حضرتك بتقول بقى مدى الالتزام والطاعه، الالتزام بالاوامر، الاستعداد للانصياع التام لاوامر الجماعه مهما كانت غير منطقيه وغير عقلانيه، عدم التفكير في اي قرار. لان انت من كلام حسن بنا انت تعتبر في نفسك الخطا وفي القائد الصواب. ايا كان القائد ده انت مش مقتنع بيه مقتنع بيه، لان احيانا مع زياده الاعداد كان بيبقى في ناس مسؤولين عن اشخاص دون المستوى الثقافي ودون المستوى التعليمي، ويبقى مسؤول عن مهندسين واطباء، لان للاسف الشديد كان في حاجه برضه هنا في التنظيم، ساعات الطبيب بيبقى مشغول بعمله وعنده عيادات عنده كذا، فيضطروا ياخدوا المتفرغ. فالمتفرغ ده ممكن يكون بقى تعليم متوسط اقل من كده، فيلاقي نفسه فجأة بقى مسؤول شعبة لأنه عنده وقت شوية. يتحكم في أطباء ومهندسين ودكاترة الجامعة إنهم مش فاضيين، ولابد إنهم يلتزموا بالسمع والطاعة. طب لكن أنا مش عايز أقول لك كانوا بينزلوا يلزقوا ورق في الشوارع، يعني كنت أنا كنت مثلا طالب في الجامعة مش مشكلة، شاب ممكن أجري من المخبرين وحاجات من هذا، أنا كنت ألاقي واحد جنبي طبيب. ومعيد في الكلية، إنما هو لأن هو في التنظيم لسه حاجة بسيطة فبيديله أوامر ننزل نلزق ورق العيد في الشوارع. كل واحد حسب ماسك غيره بقى. ماسك دكتور جامعه ماسك غيره معانا وماسك الورق وبيعمل وبيعمل. لا ما احنا بنشوف دكاتره الجامعه المنتمين للاخوان بيعملوا ايه في الجامعه دلوقتي يا استاذ صالح، يعني مش مستغرب اللي حضرتك بتقوله نهائي. يعني فانا قصدي للاسف الشديد كان في اعتبارات كثيره جدا، لكن هو عنده مبدا الثقه، مبدا ان انت تعتبر في نفسك الخطا وفي القائد الصواب. ايوه هذا الكلام مش ده كلام مش بنقوله مرسل، ده كلام مكتوب في كتاب الرسائل. وزاره التعليم هتلاقي الكلام ده موجود فيها. طيب انا عايز اوصل مع حضرتك لما انشات الجامعه الاخوان المسلمين حزب الحريه والعداله، اتغير نظرتها لدور الاخوات؟ لا ما هم بيعتبروا العمل السياسي ده عمل يبقى مفتوح طبقا للقواعد المصارعه، ممكن ياخد واحده مش اخوات خالص، وهو مضطر عنده بقى اقسام داخل الحزب، فالحزب حاجه والتنظيم حاجه. لا فالحزب يقبل ان واحده تكون مسؤوله المراه مثلا في الحزب، لازم تكون سيده. ممكن يدخلها في مسؤوله اعلام، اصل كل ده بيسموه عمل عام، اي كلام مش بالنسبه له مش قضيه. ممكن يحط حد فيه شكل خارجي كده يعني. لان انت بتتكلم الزراعه السياسيه في عاملين حزب، فلازم الناس تخش تشترك وتنشطها معاك، بس بقى بعد كده اللي تلاقيه كده عنده السعيه بقى السمع والطاعه تبدا تاخده وتضمه للتنظيم، ده موضوع تاني. من الحزب للتنظيم. تاخده بقى من الحزب للتنظيم، تاخده من الحزب للتنظيم، انما الحزب ممكن يدي قيادات ومسؤوليات لناس كتير جدا ليسوا ايه؟ يخرجوا تحت السيطرة.